Question 1, nommer les structures suivantes en utilisant la nomenclature systématique de l'Union internationale de la parachimie et de la chimie appliquée, l'UPAC. Alors, question 1, donc l'examen de l'FST Mohammedia. Mais ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, tous les FST Limana, FST FAS, FST Rachidia, FST Bni Mlal, خصنا نعرفوا بان راه سي لو ميم بروغرام دونك ما تقولوش هذه لي فيستي ديال المحمديه سا مانتيريس با ولا راه سي لو ميم راه سي لونيون اوكي لونيون ديال لي شيميست يعني اي كيسيون تحطات في لي فيستي ديال المحمديه ممكن تحط بحالها في لي فيستي ديال الرشيديه ممكن اف اس تي فاس بني ملال اتسيتيرا دونك نبداو بلا بروميير كيسيون. Donc la première question, elle nous fera un composé, un cyclopentane, lié à un éthyle, un groupement éthyle. Après, on a un groupement formyl, c'est un aldéhyde. Et voilà. Alors, comment on peut nommer ce composé? Eh bien, c'est tout simplement, on dit la fonction principale IAD, ou la chaîne principale IA cycle. Donc, le premier carbone lié au carbone de la fonction principale, a dit le numéro 1, celui-là, 2, 3, 4 et 5. Alors, pour la nomenclature, je n'aurai pas mis substituons les kharjana, donc 3, donc c'est le 3 éthyle. Donc 3 éthyle. Voilà, je vais mettre le carbone en aya, on a comme ça, donc c'est le cyclo. Donc cyclopentane. هو نورمالمون لو كان ما كانش سيكل غنسميوه سيكلو بنتانال ولكن بويسكو لو غروبمون فورميل ولا لو غروبمون الديد ما لاصقش في السيكل ديريكتومون دونك غادي نزيدو هنا واحد السيفيكس كي ريبريزونت ان الالديد لاصق في السيكل دونك سافا نو دوني كاربالديد سي كلير اسكو تو الموند اي داكور افيك سيت نومنكلاتور وي Il y a des remarques, des questions. Oui, tfaddal. Monsieur. Oui, tfaddal. Monsieur, le préfixe qui nous dit aussi, mais parce qu'il connaît le cycle, qu'il nous dit. Ah, le cas ne me cache pas le cycle, on se met au cycle pentanal. Le cas ne me cache pas le cycle, on se met au pentanal. Had carbaldéhyde. D'abord, je se mets à carbaldéhyde. Il y a un il se met à cycle pentanal, mais je n'arrive pas à trouver fin j'ai. فين جاي الالديد كاربالديد كتبين لك بان راه كاينه واحد السيكل تما وبان راه لو كاربون ما دخلش نو في با بارتي دو لا شين برينسيبال يعني خارج من لا شين برينسيبال خارج على برا سي بون دونك كل فونكسيون عندها البريفيكس ديالها في لو كاد ديال السيكل كل فونكسيون عندها البريفيكس ديالها في لو كاد السيكل بحال مثلا لي زاسيد عندهم كاربوكسيليك كنزيدو كاربوكسيليك باش كنبينو لو كاد ديال السيكل L'aldéhyde endo carbaldéhyde et voilà. Donc nous allons passer à la deuxième molécule. Alors, on a juste dit les fonctions.
شنو سميت هاد لا فونكسيون؟ سي لانيدريد. دونك شنو غنسميو هادو؟ دونك بارمي لي فونكسيون كومبلكس. دونك شكون اللي عارف كيفاش يسمي هاد لا فونكسيون؟ وي وي يا سير مريم هنيا. اسكو فو زافي اون ايدي؟ لانيدريد. وي سي لانيدريد، سي لانيدريد. مي كيفاش غنسميوها وكيفاش غناخدو لا شين برينسيبال؟ دونك انيدريد هاد البارتي هادي فيها 3 كربون دونك غتعطينا بروبان ويك، وهاد البارتي هادي فيها 2 كربون دونك غتعطينا ايثان ويك. دونك سي لانيدريد ايثان ويك، فوالا بروبان ويك. سي بيان، ندوزو. مشان وي تفضل تفضلي. شكون نعتبروش استر و سيتون؟ ما يمكنش تعتبريه استر، لان الاستر كتكون فيه هكا ار سي او او ار. هنا عندك استر في جوج جوايه، هادشي باش سمينا باش ساليناه باويك. دونك ساليناه باويك باردون، حيت وي اندريد ما لقيتش عندي. هاد الاندريد ما لقيتش عندي في الكور. كاينه في الكور، كاينه في الاخر. في واش كتهضري على الكور فيديو اللي درت ولا على البوليكوب ديال لا الكور ديالكم؟ ديالنا الدراشيديه. لا كاينه واحد الطابلو كبير، كاينه جو سوي سيغ اي سيغتان انها كاينه في الطابلو ديال لي فونكسيون. ها غير ما ركزوش عليها في لي زيكزامبل داكشي باش. المهم راه كاينه وكاين احتمال انها تحط. وي سي بون. دونك غادي ندوزو لا موليكول سويفونت. استاذ وي تفضلي. ولا كانت بريفيكس؟ شكون اللي تكون بريفيكس زعما؟ هاد لانيدريد زعما لو كان كانت مع شي موليكول وحده اخرى اللي سبقوها. ما يمكنش تكون بريفيكس. ما فهمتي؟ ما عندها حتى معنى. ما يمكنش يحطها لكم بريفيكس. اوكي، ولا شتي شي مثال فيها بريفيكس؟ لا لقيتها انا سيكل، وقلت زعما حيتاش زعما الا ما حسبناهاش مع السيكل غتكون عندنا شي كيمياء بحال مثلا كربوكسيليك ولا كربانديل، ولكن ما لا ديك الساعه السيكل هي اللي غادي تسمى، السيكل هي اللي غناخدوها سوبستيتيون في ديك الحاله. دونك الا تحطات كبريفيكس انا نكونو كنديرو التعقيد من اجل التعقيد، ماشي دونك هي بوحدها راه صافي. انفو كتحط بوحدها، هادو هما الامثله اللي كيتحطو فيها. دونك غادي نحاولو نديرو لا موليكول سي. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا ان غروبمون استر. دونك نورمالمون غادي تبدا السميه. دونك فينول. دونك عندنا الاستر خارج من السيكل. دونك كومون اون بو نومي سيت موليكول. دونك حتى هنا ليستر في بارتي دو سيكل. دونك الا جينا عطينا هنا ان، دونك في الان عندنا فينيل، هذا كيتسمى فينيل كوم سوبستيتيون. دونك غادي نسميوها تو سامبلومون سي لو ان فينيل ميثانوات.
علاش سميناها ميثان وات؟ لان كربون واحد اللي كاين في الاستر. غتبقى لنا هاد الجهه هادي هي اللي غنزيدوها في 2. دونك هاد الجهه عندها 1 2 3 4. دونك الا بغينا نسميوها بوحدها كوم سوبستيتيون شنو غتسمى؟ سي لو 2 ميثيل. فوالا سي لو 2 ميثيل. شحال من كربون كاين؟ بو. دونك عندنا 1 2 3 4 2 ميثيل بوتيل. دونك سي لو انفينيل ميثانوات دو 2 ميثيل بوتيل. Voilà. Est-ce que c'est clair? أستاذ. وي تفضلي. دابا واش ماشي حيتاش عندنا لي ستار ماشي عندو الكربون ديالو لونتون تي فلاشين ماشي خاصنا نديرو كاربوكسيلات دو ولا لا؟ كاربوكسيلات وي حيتاش خارج من حيتاش زعما حيتاش عندنا في واحد المثال فاش كيكون لاصق في السيكل كنديرو مثلا كاربوكسيلات دو ميثيل ولا وي وي مي مشكلة في هاد السيكل هادي إلي أغوماتيك. داك المثال اللي قلتي واش فيه سيكل أغوماتيك؟ لا في غير سيكلو هيكزون. الوغ نقدروا نسميوها حتى هنايا نقدروا نسميوها حتى كربوكسيلات. اسكو سي كلير سيل فو بلي؟ كاينه واحد الحاله اخرى فاش تشوفوا هذا البنزين هذا في الحاله ديال لي زاسيد. مثلا ايماجينو عندي واحد هذه كاضافه عندي واحد البنزين سي او او اش. شنو كيتسمى هذا؟ كيتسمى لاسيد بنزويك. اوكي لاسيد بنزويك حيت الشهاده كنتعاملوا معاه على اساس بنزين. سي كلير. كاينه حاله اخرى مثلا الا كان عندي بنزين. المهم نتوما عقلوا على هذا راه سميتو بنزين تو سامبلومون. الا كان عندي بنزين ولاصق فيه الديد شنو غيتسمى هذا؟ كيتسمى بنزال ديد. سي كلير. وعندي عاوتاني حاله اخرى الا كان بنزين وهي الحاله اللي عندنا في هذا الاكزام ولاصق فيه استر شنو غيتسمى هذا؟ غيتسمى لو بنز بنزوات. اوكي بنزوات شنو تنقصدو بنزوات؟ هذه كامله كتسمى بنزوات. بنز جايه من لهنا هذا البنزين وات جايه من هاد الجهه دونك اوات بنزوات. فوالا دو
هاد اللعيبه اللي لاصقه هنا ميثيل، دونك بنزوات دو ميثيل. دونك سي تو سامبلومون لو بنزوات دو ميثيل. اي الوغ شكون اللي يقدر يقول لي لو نوم ديال هذا؟ دونك بلا هاد هادي حتى هي راه صحيحه. شكون اللي يقدر يقول لي لو نوم ديال هاد لو كومبوزي الا بغينا نسميوه على الطريقه ديال البنزوات وهي اللي كنصح بها؟ دونك شنو غنسميوه؟ تو سامبلومون بلاصه هاد انفيني الميتانوات، الا لاحظتوا انفيني الميتانوات كتجي ثقيله شويه. وي وي تفضلي. دونك غيتسمى شنو هذا؟ دونك سي لو بنزوات تو سامبلومون، بنزوات دو فوالا دو ميثيل بيوتيل. اي فوالا. دونك ابري نو زالون باسي او كومبوزي سويفون. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, تفضلي. Monsieur Fajr, qu'est-ce qu'on a une fonction avec un cycle, dima dak cycle qui est une substitution. Substitution. Machi dima. Machi dima. بحال هاد الحاله ما اعتبرناش سبستيتيون في هاد الحاله هادي، لانه في بارتي الكربون ديالو اي في بارتي ديال الجروبمون استر. ولكن في السميه الاولى راه سمينا انفيني الميتانوات وقلنا هاد انفيني الميتانوات. شوفوا فاش يكون عندكم لو شوا ما بين جوج سميات، وحده قصيره وحده طويله، اختاروا القصيره. توجور في لورغانيك اون شيرش اغاني لو طون، خاصني نربح الوقت في ليكزامون او ميم طون هذاك اللي كيصح لي الورقه نربحو الوقت، نعطيه شي حاجه خفيفه ظريفه. دونك انا في ليكزامون باش كنصح، كنصح بهادي، كنصح بانكم تسميو هادي فوالا بنزوات دو ميثيل. دونك هاد الحاله ديال انفيني فقط غير اضافه وصافي. استاذ وي تفضلي. عافاك دابا مثلا فاش كيكون عندنا واحد البنزين ولاصق فيه او اش، علاش كنسميوه فينول وما كنسميوهش زعما حتى هو بنزينول؟ واش غادي نقول لك، هادي سي تشين تري بون كيستيون، ولكن لي شيميست نورمالمون هو يتسمى، خصو يتسمى بنزينول، ولكن فينول كتجي خفيفه على اللسان، اوكي كتجي خفيفة وقصيرة، دونك داكشي باش كيسميوها فينول. كتجي خفيفة، فهمتيني؟ أنا فينول بنزينول كتجي كتثقل شوية كتعذب، دونك اختارو لي شيميست سماوه فينول. سي تان نوم دوزاج نيت، صافي تو سامبلومون. هو كاين تا البنزينول، كاين اللي كيسميه بنزينول، مي بنزينول ما متداولاش الإجماع ديال علماء الكيمياء كيقولوا أنها فينول. صافيان باش نتفقوا على واحد المساله بعدا، واحد على ما نقول هاد الهضره هادي وسولي شكون اللي بغى يسول حبيبه. اوكي باش نتفقوا على واحد الحاجه، راه الشيمي اورغانيك راه ماشي علم تجريبي، باش نتفاهموا، راه ماشي دي كالكول ولا حسابات وفهمتوا والتيبيات اتسيتيرا، هي فقط قواعد. سو سون دي ريغل، هاد لي ريغل راه ما جاوش من لا ناتور، ماشي بحال لي لواد لا فيزيك ولا لي لواد لا شيمي ولا لا بيولوجي. هاد القواعد فقط هما اتفقوا عليهم ناس باش انهم يوحدوا لا سيونس وصافي، يعني ماشي شي حاجه اللي هي اكسترا اوردينير ولا. دونك شيمي اورغانيك قواعد صافي، خصنا نكونوا ضابطينها وصافي، بحال القواعد ديال الاعراب في اللغه العربيه، سي لا ميم شوز. وي حبيبه تفضلي. ماشي في القاعد كان وات ذا كيل، يعني باش نسميو بنزين نسميو بنزين وات، واش كاين شي صيغه كتختصر بنزوات ولا ممكن نسميو بين داك او ان نخليوه بنزان وات؟ بنزين وات زعما؟ نو نو كنقولو بنزوات، اوكي كنحيدو ديك ان ديال بنزوات، بنزالديد كنجمعو غير بنز، في البنزين كناخدو غير بنز، بحال الفينيل كناخدو عي فين، فين وكنقولو اول فينول، ما كنقولوش فينيلول، اوكي كنقولو فينول فوالا. دونك ندوزو لا موليكول سويفونت. سي كلير حبيبه؟ سي بيان وي سي بيان. الوغ ندوزو لو كومبوزي سويفون.
Donc, on a la chaîne principale. Donc, on dit, on va faire ça, développer ça. Je vais lire une autre, on dit, la fonction acide, CO, OH. Alors, on a 1, 2, bien sûr, la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient les insaturations. Donc, on a dit le substituant, les charges liées à un an. Oui, tu fais d'al. Parce qu'on commande la chaîne numéro 2, dis-moi qu'on a la fonction numéro 1. Ah, dis-moi la fonction principale qu'on a le numéro 1. La fonction, عندها الأسبقية على الدوبليزون. الدوبليزون جاية في الرتبة الثانية. أوكي. باش كتبغي كتمشي كتمشي بهذا الكلاسمو هانت لاحظ. عقل على هذا الكلاسمو هذا. ديما كنمشيو به بلاتين واحد شوية نجاوب الصديق ديالكم. دونك عندنا الكلاسمو باش كنمشيو. أول حاجة شكون اللي كنعطيه الأسبقية؟ الفونكسيون. ياك. لأن فريد كانوا مقادين في لي فونكسيون. عاد كندوز. La double. Avant de doubler, ils ont eu, parce qu'on connaît ça, frère. Les insaturations. Nous sommes dans insaturation. Il y a ni double ou triple. Insaturation. Il y a ni double et triple. Il a quand même qu'adin, مثلاً في double triple. عاد كان دوز ل كان عطيل أسبقية triple. الدوبل باردون الدوبل سابقه تريبل في الشيمياء اورغانيك طول بال اغلبيه راه تيقول تحسبهم تريبل حيت فيها ثلاثه زعما راه سابقه نو الدوبل لي زون عندها اسبقيه لان لي زالسين كيتستخدموا بزاف اون شيمي اكثر من لي زالسين اي سون بوكو بلو رياكتيف كيتفاعلوا بزاف عاد كنشوف كاتريام لو ماكس دي كاربون كيعقلوا على هذا الكلاسمو هذا فاش يكون عندكم ان دوبل لي زون مع ان فونكسيون سي سو كلاسمون باش كنعتمدوا وي تفضلي السؤال ديالك استاذ الى كنت كتشوف الفونكسيون ماشي برينسيبال واش غادي نتبعها على لانساتوراسيون الى كانت الفونكسيون ماشي برينسيبال وي ميم سي لي ني با برينسيبال كنسبقوها على لانساتوراسيون ميم سي لي ني با برينسيبال مي كنهضروا على لي فونكسيون لي معروفين 8 ديال لي فونكسيون لي اسيد لي الكول لي الديد لي نيتريل لي اتسيتيرا لي سيتون Voilà, même ce qu'on machine principal, qu'on a toujours la priorité. Alors, on va colorer ça. On va faire ça. Et donc, deux os. Donc, c'est mieux de la molécule. دونك شنو غادي نسميو هادي عندنا ايثيل خارج لنا في الطروه ياك دونك سافا نو دوني بعدا راه عندي اسيد دونك كتسمى اسيد لاسيد اسباس فوالا عندي ايثيل خارج في الطروه دونك سي 3 ايثيل شحال من كربون كاين في لاشين برينسيبال 4 بوت عندي اون دوبليزون في 3 دونك سي بوت 3n او سي فيكس ديال l'acide yaouic voilà هل دابا شوف واحد الوصيه الله يرضي عليكم هو انه في ليكزامان مثلا عطاني ا راه ماشي بالضروره دماغي كيقول لي بدا ب ا نو غادي نشوف انا ا و ب و سي غنشوف شكون هي لا موليكول اللي ارتحيت ليها هي باش غنبدا بحال دابا انا الا جيت تحت قدامي هاد ليكزامان غنبدا بهادي بالدي لان ما غتطلبليش ما تعصبنيش فهمتوا يعني كنحسب بحال قلتي دو غري ديفيكولتي عاد نقدر ندوز لهادي يعني سني با اوبليغاتوار دو ريسبكتي داك لوردر اللي كيعطيوكم في ليكزامان ماشي بالضروره في اتونسيون ولا مثلا شي واحد هو ديجا في ليكزامان ترين على انه يسمي تكون عنده بحال دابا في ليكزامان دو لورغانيك انا جو بريفير كومونسي بار لا كيسيون 2 علاش نبدا بلا كيسيون 2 لانه سي تري فاسيل
دونك ما عرفتش واش كلكم كتفقوا معايا. سي تري فاسيل، نعطيك السميه ياك ونقولها لك حولها ليا لتصويره، على انني نعطيك التصويره ونقول لك حولها ليا لسميه. متفقين معايا في هذه النقطه ولا لا؟ راه سي تري فاسيل انني نعطيك هذه السميه هذه ونقول لك حولها لانستركتور، غادي تجيك تري تري فاسيل على انك دوز من الطريق العكسانيه. وهادشي اللي هادشي اللي غنكتشفوا دابا ملي غندوزو لا كاستيون 2. دونك سال هنا مزيان سي كلير. دونك نو زالون باسي على دوزيام كاستيون. كاستيون ا، عطانا ان فينيل ان بروبيل ايتاناميد. دونك اون فوا كنشوف ان كتعاود بجوج د المرات وكنعرف انه عندي اون فونكسيون اميد، دماغي ديريكتومون كيرسم لا فونكسيون اميد. شنو هي لا فونكسيون اميد؟ هي ار سي او ان اش 2، هذا هو الاميد. دونك غنمشي نرسم انا شنو؟ غنمشي نرسم الان ياك. هاد الان هادي خارج من خارج منها شنو؟ فينيل. الفينيل شنو هو؟ تو سامبلومون هو البنزين ملي كيكون سوبستيتيون. دونك فوالا، هاني خرجت الفينيل. خارج منها شنو اخر؟ شنو خارج منها؟ بروبيل. شنو هو بروبيل؟ بروبيل هو 3 كربون، متفقين معايا؟ دونك سي لو ان، واحد جوج ثلاثة، ها هو البروبيل. فوالا، بقى لي شنو هي لاشين برانسيبال؟ هي اللي كتكون في التالي ايطان. دونك غادي نجي تو سامبلومون لاشين برانسيبال ديالي. دونك اوتوماتيكمون هذا غيكون لاصق ديريكتومون في السي او ياك، حيتاش الاميد هو هذا، هي لا ستريكتور من بعد ما رسمتها راه باينه. اي دونك غيبقى لي شحال غندير باش نمثل ايطان. دونك شحال من كربون كاين في ايطان؟ 2. دونك غادي ندير سي 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 اش 3. فوالا سي سي اش 3. دونك لاحظوا معايا هذه هي ايطان ياك، ان فينيل وان بروبيل. شكون اللي يقدر يقول لي علاش سبقنا الفينيل على البروبيل؟ علاش درنا ان فينيل ان بروبيل وما درناش العكس؟ وي شكون اللي يقدر يقول لي علاش؟ علاش سبقنا الان فينيل على الان بروبيل؟ ياك بي كتشبه البي، ولكن اها ياك بي كتشبه البي، ولكن هنا شنو عندنا؟ اش عندنا اش واخ. دونك عطينا الاسبقيه في الحرف بسبب الحرف الثاني ماشي بسبب الحرف الاول. بسبب الحرف الاول راهم مشابهين. اي فوالا، دونك هذه هي لا موليكول ديالي تو سامبلومون. ندوزو لا دوزيام موليكول. واحد الطريقه سيلفو بلي، مثلا في ليكزام باش فاش نكون كنراجع النومونكلاتور واش صحيح، شنو كندير؟ ديك ستريكتور اللي لقيت كنعاود نسميها الى لاحظت ان السميه هي اللي عطاوني هنا، دونك راه الجواب ديالي صحيح. نفس الشيء عاوتاني في هادو كنسمياك ومن بعد كنعاود نرسم الى لقيت الرسم اللي عطاوني هنا، راه الجواب ديالي صحيح تو سامبلومون. كوم صاف النومونكلاتور انا اللي كنكون كنصحح لراسي، كنصحح لراسي قبل ما يصح ليا الاستاذ. الوغ ندوزو لا دوزيام كيستيون. لا موليكول بي، دونك بي عطاني 4 ميثيل بين 3 ان نيتريل. دونك اون فوا كنسمع نيتريل كيمشي ليا بالي تريبل ليزون. لاحظوا هاد لاستيس هذا، نيتريل انا كنسميها ني تريبل ليزون، ودماغي كيربط ما بين ان شتو وما بين تريبل. راه هادو هما لي زاستيس اللي عنده الذاكره عيانه بحالي ما كيعقلش، كيصيفطو يجيب الصخره وكينساها بحالي انا. هاد لي زاستيس هما باش كنحفز لا ميموار ديالي على انها تعقل. دونك لاحظوا اون فوا نسمع انا نيتريل غادي نجي تو سامبلومون غادي نقول سي ان تريبليزون تو سامبلومون، بيان سيغ راه يكون لاصق فيها كربون. دونك انا جيت سميت نيتريل. ابخي غادي نمشي نقلب على ياش على لو نومبر دي كربون دون لاشين برانسيبال، ها هو غنجبدو من لهنا بنت. دونك بنت سافا نو دوني كومبيان دو كربون؟ بيان سيغ هذا ان، دونك ان 2 3 4 et 5. Très bien. Ani dabasalit le nombre ديال لي كربون.
محبس هنا عطيني 3 ان يعني كاينه ان دوبل ليزون في لا بوزيسيون 3 دونك هذا نسميه 1 2 3 4 5 دونك شنو كنلاحظ هنايا عندي في 3 عندي ان دوبل ليزون ها هي هادي تو سامبلومون وعندي في 4 لاحظوا معايا 4 4 عندنا شنو اون ان سبستيتيون ميثيل دونك غادي نزيد ميثيل يعني سي يعني سي اش 3 تو سامبلومون وما بقي نكمله بالهيدروجينات تو سامبلومون دونك كل كربون كنضرب ليه الحساب باش يكمل 4 ديال لي ليزون دونك هذا خاصو 3 باش يكمل 4 هذا خاصو 2 هذا خاصو 1 ولا صافي هذا الى كومبليمنتي دونك بلا ما نزيدو ليه هذا شحال خاصو خاصو ان هيدروجين وهذا خاصو 2 اي فوالا تو سامبلومون كنسالي هذه وكنعاود عاوتاني نحاول نسمي هاد لا موليكول ونشوف واش غنطيح في بي سي كلير استاذ وي تفضلي استاذ دابا حنايا في البوليكوب عندنا مثلا الا قلنا بنت نيتريل يعني مثلا الا حسبنا هذوك حسبنا الكربون اللي لاصق في الان كنقولوا بنت نيتريل ولكن الا مثلا بغينا نقولوا مثلا غير بيت كنديروا سيانور دو واش زعما صحيحه صحيحه حتى هي هذه سيت اون اوتر نومونكلاتور حتى هي صحيحه غير هو ما تنحسبوش الكربون اللي لاصق في الان ملي ما كنحسبوش هذه غالبا فين كتكون هذه كتكون في السيكل ملي كتكون عندك سيكل ملي كتكون عندك سيكل ما كيصلح لكش تلصقي الكربون في لاشين برينسيبال دونك هنا كنجي كنسمي هادي سو سامبلومون سيانور دو كوا دو سيكلو بنتيل متفقه معايا كنسميو على شكل سيانور دونك ماشي غير في السيكل حتى الا كان مثلا عندي سي تريبل ليزون ان عندي هنا سي اش 2 سي اش 3 دونك نقدر ما نحسبش هذا الكربون دونك نسميه تو سامبلومون سيانور دو كوا دونك سيانور دي ديتيل فوالا دونك سي لو سيانور دي ديتيل مي ما تجي نقول سيانور دو بروبيل نو دونك سيانور كتجمع ليا هذه كامله ونيتريل دونك كنقولوا نيتريل ملي الكربون في بارتي كنيميرو تي مع لا شين برينسيبال دونك ميرسي ميرسي انيا بور سيت رمارك فوالا اسكو سي كلير ندوزو لا كاستيون سي مسيو وي تفضلوا فاش يعطونا دي نوم بحال ما هكا واش نديرو لا فورم توبولوجيك ولا هادي ولا بحال هكا انا جو بريفير لا فورم توبولوجيك شوف نصيحه لوجه الله بغيتو تربحوا الوقت في ليكزامون وتساليو في اقرب وقت وتشيطوا الوقت للمراجعه عليكم لي فورمول توبولوجيك وعايز تخيل معايا دابا لوجيكمون في ليكزامون واحد كيخدم بهكا سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3 واش هو واحد كيجي بحال هكا بحال كيدير سنياتور دونك توبولوجيك هادي من اعظم الاكتشافات ولا الابداعات اللي بدعوا فيها الصراحه لي شيميست انا ما كرهتش هاد الشيميست هذا اللي اخترع الفورميل توبولوجيك نبوس ليه راسو الور متفقين معايا دونك توبولوجيك خدمو توبولوجيك سيل فو بلي واخا انا كندير سي اش 2 فراه غير باش نبين حيت اش كاين اللي مازال ما تادابطاش مع الفورميل توبولوجيك ما راه ما كرهش هاد العالم كله نحولو لتوبولوجيك ميم هادي دي لاحظوا معايا كي غتولي زوينه الا ردينا توبولوجيك شو كي كتولي غزاله شتو شوفوا دخلنا عليكم بالله هادي مع هادي باسكو سا نو ديرونج فريمون سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3 كتجيب شويه ديال الملل دونك توبولوجيك تربحوا الوقت تربحوا لينيرجي سي بيان وي شكون اللي بغى يسول اخر وي تفضلوا فو كيسيون وي كانوا جوج بغاو يسولوا سول ياسر شكون وي حبيبه تفضلي وي تفضلي لا ميم لا ميم كيسيون سي بيان alors nous allons passer à la question suivante on va essayer de représenter la molécule C
Donc, la molécule C, bromure de 2-méthyl butanoïl. Je sais pas, mais le marqueur. C'est bien, donc bromure. Je crois que c'est bromure. Bromure. Hado la nomenclature d'IELH. D'IELH les chlorures d'acide. Donc, palaka. Kitsmao. Je crois que c'est mao. Adoïla, tu es là, je suis là. Les halogénures, yak. Les halogénures d'acide. Ou la dalle d'acide. Les halogénures. D'acide. Donc, je connais les halogénures d'acide, tout simplement. Généralement, on a le chlorure, mais d'abord, on trouve le cas général. Le cas général de l'homme, c'est RCOX. Avec X, mumkin tkoun katsawi fluor, chlore, brome ou bien iode. Donc, les halogénures d'acide, ou la d'acide, quand c'est mis au lahdo, quand c'est mis بحال دابا هذا مثلا فليورو ياك فليورو كنزيدو ليه لو سوفيكس اور كيولي فلورور كلورور داكور برومور اي يودور سي كلير دونك كلهم كيتسالاو ب سوفيكس اور برومور فليورور اتسيتيرا دو كوا de had la chaîne carbonée. Donc à la حساب شحال عندي من كربون. Donc مثلا الا كان عندي جوج ديال لي كربون مثلا نمشيو للمثال ديال السائل الا كانت عندي مثلا CCH3 دونك شنو غنسمي هذا سي لو كلورور كلورور دو كوا دو ايثانويل ايثانويل دونك ايتا chlorure de éthanol. Donc, on va mettre E. Il y a un sakina, il y a un fahdif ma sabak. Je connais ma sakina, il y a un E. Il y a un E ma E. Mais je l'ai dit, il y a un ma sabak. Donc, je connais ma sabak, ou E. E les sabakats. Donc, on va mettre une haïda, on va mettre la sa apostrophe. Donc, ça va nous donner chlorure d'éthanol. Voilà, هذا مثال شرحنا شنو هما لي زالوجينور داسيد اي دونك تو سامبلومون غادي نمشيو دابا للكومبوزي او نحاولوا نرسموه الوغ برومور سا فا نو دوني بي ار دونك اون فوا كنشوف هاد السيفيكس اويل كنفهم بان راه القضيه فيها سي دوبليزون او وشي حاجه هنا ديك الحاجه هنا شكون اللي غيسميها ليا دو ميثيل بوت Donc, comme chez le but, les cas ont une idée là, la chaîne principale. Donc, quand on a un aucun واحد, carbone gauche, CH2, CH2, et voilà, CH3. Donc, on a la chaîne principale 1, 2, 3 et 4. Donc, qu'est-ce que je remarque? Que le méthyl qui charge liam la position 2. Donc, on a une chaîne charge واحد, CH3, la position 2. Et donc, tout simplement, c'est le bromure de 2-méthyl-bêta-butanoïl. Et voilà. Et maintenant, il ne reste que de nommer la queue de la molécule P. Oui, tfadlé. Oui, tfadlé. Yes, you are right. Yes, of course. C'est très bien. لاحظوا كما سولوا اصدقاء ديالكم ياسر مع حبيبه قالوا لنا واش نخدموا بلي فورمول توبولوجيك وي سي بيان دونك الا جيت فورمول توبولوجيك حتى الاستاذ اللي كيصح عليا الورقه غادي يصحها هو مرتاح سي بيان غادي يصح الورقه 1 2 3 4 دونك كوم سا شتو الفرق هادي كاستاذ
غادي يفضل انه يصحح ورقه عامره بهكا على انه يصحح ورقه فيها وهنا كتيفيتيو حتى داك لو ريسك ديال انني نمشي نعطي لشي كاربون اكثر من 4 ديال لي ليزون مثلا بحال هنا انا درت قبيله سي اش دو هي نورمالمون خصها تكون سي اش فورميل توبولوجيك كتمكننا دونك هادشي اللي بقى من الوقت حاولوا ترينيو على توبولوجيك مزيان تقدر تجيكم ثقيله في الاول ولكن بحال المهم ستان بروبليم دابيتود مع البعض من بعد غادي تعودوا دونك باسون ماتنون على ديرنيير موليكول دونك سي لو بنت 4N2ON دونك غنمشي تو سامبلومون لو بنت دونك بنت سافا نو دوني كومبيان د كاربون غادي نحاول دابا نخدمها بالفورميل توبولوجيك دونك 1 2 3 4 اي 5 عندي اون دوبل ليزون في لا بوزيسيون 2 اي دونك سي طون توجور كيكون هو في دو ما عمركم ما تلقاو سي طون في الان فراسكم هذه القضيه دونك 1 2 3 4 اي 5 تو سامبلومون عندي ايضا واحد ال 4 ان دونك في لا بوزيسيون 4 جي كوا جي اون دوبل ليزون تو سامبلومون اي فوالا Donc comme ça quand on se mine à la molécule T. Et après nous allons passer à la question 11. On considère la formule brute de C5H10O. C'est clair, Shabab? Mzian? Safa, Fatim Zahra, Habiba, Hiba, Hania, Mrim. Yasser. All right. Oui, c'est bien. Fatem Zara Mamrim, FSTFS, imta entkoum l'examen. Imta ki l'examen de chimie organique. Oui. Le 1 mars. Monsieur Naflou. Le 1 mars, très bien. و ياسر عندك جلسي اثنين ياك نو عندي نهار الجمعه حتى نهار الجمعه سي بيان اللهم يسر و هنيا مع هبه مع حبيبه فوقاش عندكم الامتحان استاذ حنا كان عندنا في الفان دو ولكن على ما كيقولوا زادونا سيمانه سي بيان اللهم يسر سيمانه زيدو طلعوا النيفو صفاء فوقاش قلت فكريني فوقاش عندك امتحان نهار السبت دونك الله يوفقكم كاملين ويفتح لكم البصيره ديالكم ويسر لكم الامور وينور لكم الطريق ندوزو لا كيستيون 11 Donc pour la question 11, on considère la formule brute de C5H10O. Calculer, question 1, calculer le degré d'insaturation. Chnou y a le degré d'insaturation. Yani kanhseb darajat adam l'ishba', adam l'ishba' min mada, l'hydrogénate. Hal mathalan an alsen ma shba'anch. Chhal khassou bach yishba'. Dab hada alsen yak. Ma shba'anch. شحال خاصو باش يشبع فوت خافي باش يشبع خاصو جوج ديال لي هيدروجين هادشي اللي غنشوفو في اس 4 هيدروجيناسيون ديال لي زالسين كتعطينا ان الكان دونك تيولي ساتوري دونك في الاول كيفاش كان كان ان ساتوري ان ساتوري اون كوا ان ساتوري اون هيدروجين دابا ولا ساتوري اون هيدروجين دونك ملي كنحسب لو دوغري دون ساتوراسيون كنلقى دابا مثلا لالسين ما شبعانش شحال شحال خاصو باش يولي شبعان خاصو جوج متفقين معايا دونك الاي ديالو كتساوي شحال واحد لاحظوا معايا عاوتاني لالسين لالسين حتى هو ما شبعانش باش يشبع شحال خاصو كنقصدو بالاشباع يعني نحيدو لي دوبليزون عوضوهم بدي زيدروجين دونك باش يشبع خاصو أربعة ديال لي زيدروجين دونك غادي نزيدوهم سو فورم دو 2H2 دونك بويسكو Je dois ajouter 4 hydrogènes. Donc automatiquement, son degré d'insaturation, ça va nous donner combien? Ça va nous donner tout simplement 2. Donc, ملي كيكونوا خاصين جوج I كتساوي واحد. ملي كيكونوا خاصين 4 I
كتساوي جوج. ملي كيكونوا خاصينو 8 اي كتساوي فوالا 3 وانتم غاديين اي انسي دو سويت. دونك هذه هي الدوغري دون ساتوراسيون. الدوغري دون ساتوراسيون عندها واحد العلاقه باش كتحسب اللي هي شنو. الا كانت عندي اون موليكول سي اكس اش اي غريك او زد ان تي، لاحظوا معايا الاكسجين غندور عليه بالاحمر، بمعنى ان هذا الزد حتى زد ديالو، بمعنى ان هذا الزد ne fait pas partie du calcul du degré d'insaturation. OK. شكون اللي كيتدخل في الدوغري دانساتوراسيون؟ عندي ثلاثه ديال لي زانكوني، الاكس مع الاي مع التي. الزد ne fait pas partie du calcul du degré d'insaturation. Et donc le i شحال كتساوي tout simplement cx moins y sur 2 plus t sur 2 plus 1. Et rappelons encore une fois, on a dit l'ahemmiya ديالها s'il vous plaît. Donc, on va faire une علامة ديال الخطورة هنا. ملي كتسول الطلبة شنو كتعني هاد x، كيقول لك سي لو نومبر دو كربون. خطأ، الكربون هو حالة واحدة من بين مئات الحالات. x اون جينيرال شنو هي؟ سي لو نومبر دي زاتوم تترا. اوكي، تترا ايدريك، تترا فالون باردون، تترا فالون ستادير لي زاتوم كي فورم 4 ليزون، دونك سي تترا فالون. شنو هي ايغريك؟ ايغريك سي لو نومبر دي زاتوم مونو فالون، يعني الذرات اللي كيكونوا اون سول ليزون. تي داير بحال تري، دونك سي تري فالون. Voilà, donc x, الذرات اللي كيكونوا جوج، أربعة ديال الروابط، كربون ما هو إلا حالة واحدة، الإي غريك، الذرات اللي كيكونوا رابطة وحدة، الهيدروجين ما هو إلا حالة واحدة، يقدر يكون الإن أ، الكا، إتسيتيرا، تي تريفالون، يعني دي زاتوم كي فورم تروا ليزون، فوالا، الإن ما هو إلا حالة واحدة، نقدروا نلقاو حتى الفوسفور، سي بيان، حتى لهنا مزيان. Donc, on a dit qu'on a un degré d'insaturation. Et donc, nous allons passer à notre composé. On a appliqué le degré d'insaturation. On va interpréter ce que nous avons dit. Donc, on a C5, H10, O. Donc, on a C5, H10, O. Je vais faire le I. I, je vais faire ça. Donc, X égale à 5. Moins Y sur 2. Donc, c'est 10. Divisé par 2 plus 1 m'indiche azote, donc ça va nous donner tout simplement une simplification par 5. Donc le i tout simplement égal à 1. Et puisque le i égale à 1, donc je connais les interprétations possibles pour i égale à 1. Il y a une masque qu'on dit une double très bien. Il y a une masque ou là une double liaison. Donc donc il y a imma cycle, il y a imma insaturation. Double liaison plutôt. Et c'est l'insaturation, même qui ne se compte là, c'est-à-dire les liaisons. Donc, il y a un cycle ou là, double liaison. Dites le cycle, il y a un arlebia qui ne se va. Donc, je ne sais pas si double cycle ou le cycle est insaturé. Là, je vais vous dire un cycle. Maintenant, on a un cycle qui fait c'est-à-dire les carbones. Donc, c'est-à-dire les carbones, tout le carbone est comme l'arbre, c'est juste des hydrogénates. Donc, deux hydrogènes ici, deux ici, deux, deux, deux et deux. Donc ça va nous donner au total C6 H12. OK. تخيلوا معايا لو انها ما بقاتش سيكل. سيتادير كو شديناها وحليناها من هنا مثلا. اون فوا غادي نحلوا السيكل شنو غادي يطرا؟
غادي تولي ساتوري اوكي لان ديك البلاصه ملاش حلينا السيكل دونك تخيلوا معايا هاد السيكل هادي شديناها وحليناها بحال شي سلسله دونك احنا حلينا هاد السلسله 1 2 3 4 5 6 اي دونك لاحظوا معايا شحال هو لو نومبر دي هيدروجين عندي 3 هنا عندي 2 هنا 2 2 2 اي 3 دونك سافا نو دوني كومبيان في لا فورمول بروت دونك سافا نو دوني 6 6 H 2 x 6 plus 2 اللي هي 14 et donc là on a the difference between 14 and 12 donc باش كان 12 من هنا لهنا شنو هادي الي ان ساتوري donc شحال خصها باش تولي ساتوري خصها جوج equivalent le degré d'insaturation égal à 1 et voilà donc تقدر تكون عندي double liaison ولا cycle نكملوا la suite ديال l'exercice donner là uniquement deux stéréoisomères géométriques non cycliques donc on a le raoul et l'optimal des cycles qui fait qu'on a le data de l'exercice qui fait qu'il s'aide n'est pas un altimètre pour chaque isomère donner la formule semi développée et le nom systématique donc on a d'abord il n'a pas la deal fina moi taille d'altimètre il y a le terrain l'optimal des cycles ma quinche faire la molécule il m'a fait un cycle فيها فقط ان دوبل ليزون الوغ كيفاش يمكن لي نريبريزونتي هاد لا موليكول ونعطي فيها جوج ديال لي ستيريو ايزومير وسطرو معايا على كلمات جيومتريك دونك شنو كنقصدو بجيومتريك جيومتريك تو سامبلومون كنقصدو بها دوبل ليزون كوم سا يعني الا بغيت نخدمها بالفورمول التوبولوجيك très bien trans ou 6 ou laisse z ou le e donc c'est le trans ou bien le 6 ou bien trans je connais l'équivalent de trans ou le e l'équivalent de 6 ou z quel reste ou ni je n'en ferai pas bien 6 ou trans z ou le e ou à d'un goût comme un a اغلبيه ديال الاساتذه بلاصه ما يسميو 6 كيديروا زد يعني مي ليسونسييل الغايه تبرر الوسيله وجميع الطرق تؤدي الى روما شنو انا كنفهم من 6 ان الا كانوا عندي جوج ديال لي زاتوم بار اكزومبل ا ا ils sont de même côté donc de même côté هذا هو المعنى ديال 6 شنو كنقصدوا بالاو الاو كنقصدوا بها في دو كوتي ديفيرون والمعنى ديال دو كوتي ديفيرون يا ترانس اوكي ولا الاو دونك 6 كتعني دو ميم كوتي ترانس كتعني في دو كوتي ديفيرون مي الا بغيتو اكزاكتومون امتى نستعمل زد او وامتى نستعمل 6 ترانس سي دون لو كا تو سامبلومون لاحظوا معايا كنستعملو دونك كنعطيكم الفرق بالضبط امتى تنستعملو 6 ترانس وراه بحال بحال اوكي 6 ترانس وامتى كنستخدمو زد او 6 trans, quand je suis en train de faire deux composés qui sont identiques 2 à 2. Ok? 2 à 2. Maintenant, AA, BB. Donc, une minute, je vais prise de PC, je vais charger la batterie. C'est bien. Donc, Mliki Kuno dit deux éléments qui sont identiques 2 à 2. Ok. Donc, là, le A, il est du même côté de A. Le B, il est du même côté de B. Donc, lorsque les deux se trouvent du même côté, ça va nous donner le 6 ou bien le trans. Hadi l'hala l'oula. الحالة الثانية اللي كنخدمو فيها السيس والترونس هي الحالة ديال السيكل و بريسيزامون لو سيكلو اكزان سيكلو اكزان تاهو فيه السيس والترونس فيه الزد والاو دونك كنخدمو السيس والترونس لي زوميري جيومتريك كوم سا سيكلو اكزان دونك مثلا الا كان عندك واحد سيكلو اكزان عندك هنا واحد
سي هابط لتحت وهنا واحد طالع للفوق. دونك الا قسمتي للفوق الا قسمتي درتي واحد الخط الوسط هنايا شنو كتلاحظ؟ ان مثلا سي اش 3 هابطه لتحت و سي اش 3 طالعه للفوق، دونك هذا كتسميه ترونس. الا كانوا دو ميم كوتي باغ اكزومبل بحالاش مثلا الا خدينا مثلا واحد الكومبوزي هنا نسميوه اكس وواحد الكومبوزي هنا اكس، دونك كنلاحظوا ان اكس اي اكس في بارتي دو ميم بلون، دونك سافا نو دوني لو 6. دونك 6 ترونس كنستخدموها lorsqu'on a deux deux composés qui sont identiques 2 à 2 condition z ou e كنستخدموها ملي يكونوا عندنا دي كومبوزي كي نو سون با ايدونتيك. بحالاش مثلا عندك واحد فوالا بحال هكا، هنا مثلا السائل. alors qu'est-ce qu'on remarque؟ on remarque que les deux composés qui sont identiques ils sont trans mais CL elle est différent. هادو بحال قلتي هنا عندك CH3 CH3 et donc CH3 مع CH3 في دو بلون ديفيرون دونك سافا نو دوني لو E. مي CL ما كيشبهش ليهم، داكشي باش خدمنا هاد الحالة من نوموكلاتور زد E. وكاينة حالة أخرى بحالاش مثلا فاش يكونوا دي زيليمون اللي هما ديفيرون تو تافي ديفيرون، مثلا هنا لو NH3 هنايا لو CL هنا لو OH وهنا لو باغ اكزومبل CH. الوغ هنايا شنو كنديرو؟ كنفرقو لا موليكول على جوج ياك، كنجي كنحسب شكون اللي عندو اكبر زيد. الكلور عندو زيد عندو اكبر زيد دونك كنعطيه ان لانديس ان، لو اش عندو اصغر زيد كنعطيه لانديس دو. هنا عاوتاني لا ميم شوز، عندي لازوت مع الكربون، شكون اللي كبر؟ اللي كبر هو لازوت دونك كنعطيه لانديس ان وهذا كنعطيه لانديس دو. اي دونك هنا كنولي نتعامل مع او مع واحد وواحد، كنلاحظ انهم دي ميم كوتي دونك سافا نو دوني تو سامبلومون لو زد. اون الما زد بالالمانية كتعني جو سامان، جو سامان كتعني انسومبل، و الاو كتعني انتيجيكين بالالمانية كتعني انه في دو كوتي ديفيرون. هذا هو لوريجين ديال لا نوموكلاتور ولا ديال ليزوميري جيومتريك.